بدنا نروح على المنتجين، على الصناعيين، على الحلبية يلي ظروف كتير صعبة مرقت عليهم، على منشآتهم، على معاملهم، رجعوا بلشوا من الصفر، رجعوا اتحدوا ايد وحدة، ومنلاقي دائما في عيلة، في اولاد وفي اب والكل عم يشتغلوا لحتى يرجعوا هاي المنشأة. رح نحكي اكثر. بدي رحب ولكن بضيوفي بالبدايه مع السيد جورج طوبجيان، اكيد شرفنا. حضرتكم صاحبين معامل مواد تجميليه وعنايه بالشعر والبشره من الصناعات الطبيعيه الحلبيه ومن الغار ايضا. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور فيكم ونرحب فيكم بحلب. اهلا وسهلا فيك. وايضا السيد باسيل خوكاز مافيان. لا خوكاز، اهلا وسهلا فيك. حضرتك عندكم منشأة لصباغة الخيوط، يعني الخيط بيجي لعندكم خامس بتعصوا الالوان، بعد له للعم ليمرق. تفضل زين. يلا اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، نورتونا. اسعد، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. اليوم المنتجين السوريين يمكن أثبتوا نفسهم بكل المجالات وخصيصا الحرفيين والمنتجين بحلب الصناعيين الحلبيين. خبرنا سيد جوزيف اليوم شوي بعد التحرير، كيف رجعتوا ورشكم؟ كيف رجعتوا تشتغلوا عليها؟ كثير شكرا كثير. اليوم شكرا كثير. شكرا. خلينا نتعرف اكثر كيف رجعتوا لورشاتكم، كيف رجعتوا لمعاملكم لحتى تشتغلوا ما بعد التحرير. بعد التحرير اخوي جوزيف هو اللي طلع اول شيء على المعمل تفضل. يعني تفاجئنا طبعا، كل شيء مسروق وكل شيء ناقص من المعمل، وفي محلات كانت خربانه، وشوي شوي عم نرتب ونجهز الامور لحتى نبلش نرجع ننتج ونرجع. يلا تفضل عم. تفضل عم. مروق عمو. تفضل مروق. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. ايه ان شاء الله آية رزق، ومبروك افتتاح السوق من اول وجديد، وان شاء الله هيك الله يرزقكم والله يعوضكم. امين يا رب يا رب يا رب، والله يحميكم اهالينا بحلب. خليني اروح عند الاستاذ باسيل ونحكي اكثر عن المنشاه. نحن عندنا منشاه لصباغه الخيوط. نحن عندنا منشاه هي راحت طبعا ضمن الحرب الارهابيه، يعني بقيان هيكل، بس مع ذلك انا بقول لك الوهله الاولى اول ما واحد برجع لمنشاته بكون بقيان بعقله الصوره الاولى لما تركها، فلما بتدخلي عندك بضع دقائق من واحد منصدم. بس بعدين بنقول بدنا نشمر ونقول يلا هاي بلدنا وهي منشأتنا اللي عاملين فيها. أول عملية قمنا فيها هي إزالة الدمار. لما واحد بنظف المنشأة من آثار الدمار والخراب والتراب والحجر الواقع، تبقى عندك غير نفس، تهون عليك المشكلة. ولما عندك عدة خطوط للإنتاج، عندك منشأة فيها ماكنتين ثلاثة أربعة، إذا بدك طلعي تقولي أنا هدول شلون بدي أرجع أصلحهم، تقولي مستحيل. تعملي هدف واحد، انا من هالاربع ماكينات بقدر اشغل ماكينه وحده، من هالاربعه نحن عندنا بكون الصباغه فيها عمليه لف بعدين عمليه صباغ. تقولي انا بدل ما كنت قبل اشتغل 24 ساعه خليني اشتغل 12 ساعه. نعم. هال 12 ساعه لازمني هالماكينه وهالماكينه. تمام. انطلاقا من هون حطيت هدف وبدينا الشغل. دينا عمليه الترميم. بس شوي مأخر عملية الترميم عدم وجود الكهرباء لهلا، الكهرباء ما وصلت للمنطقة اللي نحن قاعدين فيها، مع انه نحن على بعد كيلومترين من الشيخ نجار، مدينة الشيخ نجار. ان شاء الله نتمنى انه ترجع الكهرباء تنحل، يمكن على قد هلا جايبين مولد صغير، بس المولد صغير عم نرمم فيه، في اعمال، في حداد قاعد، في بنايين قاعدين، في ورشة صغيرة تصليحات على اقل ما يمكن عم نشتغل. بس ده يجي نهار نرجع نأقلع، وإن شاء الله قريب هالنهار إن شاء الله. وأملنا كبير فيها، لأنه صباغة الخيوط تعد، نحن بالنسبة لنا تعد عصب الصناعات النسيجية. نعم. كل شيء معمل نسيج بده مصبغة وراء، لأنه الصباغة هي عملية موضة. الموضة اليوم لون أحمر، اليوم لون أزرق. في خيوط محددة بتنصبغ؟ نعم. في خيوط محددة أنتم مختصين بصباغة ولا كل أنواع الخيوط؟
فبجيكي معمل شاكير بده صباغة خيوط، بجيكي معامل نسيج بده صباغة خيوط، معامل سجاد، كل واحد حسب الموضة العصر بده يلون الخيط اللي بده. هي الخيوط طبعا اللون بيروح الى الابد يعني، ما بتروح ولا بتمح لا على القتل ولا على مو شرط مو شرط على على بس ما حدا بيقول عن ذات قطع كريم على هوا الدفع على هوا ما يدفع رح انتقل له صباغ ثابت نعطيه رح انتقل للسيد جورج. اهلا وسهلا فيك عن جديد ميسان. يعني انا زرتهم وقتها كانوا عنا بالشام، كان بتكيس سليمانية كانوا مشاركين بمنتجون 2020، كانت ايام حلوه كانت طبعا. وشفت المنتجات اللي هي فقط من المواد الطبيعيه الحلبيه 100% طبعا. يوم اشتركنا بس بمواد الطبيعيه 100%. يعني نحن في عنا كثير اشياء غير هالاصناف هي، بس لقيت رواج كتير وحبوها كتير اللي زاروا المعرض. ليش حبوها؟ يعني نحن كتير عنا صابون غار، نحن كتير عنا شامبويات أشكال وألوان، كتير عنا أشياء للعناية بالبشرة. ليش المواد بشو بتتميز؟ لأنه حلبية؟ لا، لأنه الشغلات اللي اشتركنا فيها كانت جديدة. يعني ما هي من الشغلات التراديشنال، يعني المواد الأساسية كانت اشتركنا بالسكراب اللي هو مصنوع من من الأملاح كلها من بلدنا، والعطور الطبيعية اللي كلها من بلدنا، وكمان كان في عنا الصابون الأسود اللي هو شيء جديد. الصابون عبارة عن له سائل وله صلب، يعني صاير مثل معجون مثل ما نقول على الطريقة المغربية. وكان في معنا الصابون الأسود مع الترابي الحلبية أو البيلون. نحن البيلون كتير مشهور، يمكن مشهور هو بيعالجوا فيه الشعر وبيعالجوا التنعيم. فيه تماما تنعيم طبيعي رهيب، بيعالجوا في الاكزيما حتى، يعني كثير انا كثير مهم كثير حلو البيلون، كثير مهم. حتى شفنا بالفتره الاخيره صار هذا الحجر عم ينعرف بشكل اكبر وعم ينعمل منه كثير مواد أكيد. طبيعيه. طب انتم اليوم بمنتجون 2020 سوقتوا لنفسكم كمنتجين كاصحاب ورشات ومعامل، كيف كمان غير منتجون 2020 بالتكية السليمانية معارض، كيف عم تسوقوا لنفسكم وللمواد يلي عم تشتغلوا عليها؟ في صعوبة بالموضوع المواد، بس نحن الانتاج اللي هلا رح ننطلق فيه كله مواده محلية، فنحتاج يمكن لبعض يعني أجزاء بسيطة كتير من مواد أجنبية، بس الباقي كله محلي. تمام. رح انتقل للسيد باصيل. يعني ظروف صعبة مرقت على حلب، على أهالي حلب، على الأرزاق أيضا، ولكن دائما الحلبية بيمتلكوا الروح الحلوة يلي هي بتمد وبتطول العمر وبتعطي أرزاق. تقلي قبل ما أقول لك أنا. لما بتطلع على الشهداء اللي ضحوا واستشهدوا، الله يرحمهم يا رب، رجعنا نحن لمنشآتنا، الخسارة المادية لا تعد ولا تذكر. صحيح. أنا لما دخلت على معملي تميت سنتين أقعد مع الجيش، مقابيل معملنا كان خط تماس، أراقب الجيش ونراقب المسلحين عنا ونحن مع الجيش، نقول يلا لو استلمنا أرض معلش بقى. بعدين بجهود الجيش العربي السوري لما تحرر استلمنا شوي فوق الأرض كمان بقيان بعد الإغراض الحمد لله. وأول شخص كان العمل من الجنود اللي دخل معي على المصبغة كان بقيان الغام، اللي دير بالك هون رابطين لغم لسه ما فككناه هون، وقال لي أنا أخي استشهدهم بهالمنطقة. فأنا حسيت يعني قدام الخسارة المادية لا تذكر مقابيل هالخسارة اللي الله يرحم كل الشهداء، الله يرحم كل المضحيين بكل منطقة بسوريا لحتى نحن نرجع لنعيش الأمان اللي نحن عم نعيشه هلأ يعني، ونشتغل وكلهم اللي فقدوه، لأنه حقيقة تراب مروي بالدم. اي والله. فمقابل هالشيء كله الخساره الماديه لا تذكر. فنحن علينا نرجع نبدا
مثل ما بدينا من 30 سنه وقت بدينا عمرنا، هلا عم نرجع نبدا. المهم الصحه موجوده، المهم الصحه، والله يطول بعماركم وهيك والارزاق الكثيره يا رب. لكن خلينا نحن نحكي، يمكن حكينا اللحظات الاولى، يمكن لما شفنا نسيناها هي خلاص، هلا بدينا ما بعرف ان شاء الله هلا باللحظات الجديده بالتجديد يا رب. يعني هلا عم نشتغل ومنرمم. وبقول لك اليوم واحد، انا بنصح هنا واحد عنده معمله مدمر او في عنده تطلع تطلع بتكبر عليه المشكله، انت بدل ما يكون عندك 10 شبابيك صلح شباكين وحط نايلون على الباقيه تماما، وشوي شوي بتصير شوي شوي بشوفي بس دار الدولاب ببدا. يعني انا هسه ما دار دولاب بس عم باخذ، يعني هاي الفكره والهدف غير كلها عم بشوفها هينه جدا للامور، ما بدك واحد يصعبها على حاله ويقول شلون بدي ارجع وشلون بدي ابدا. وان شاء الله بهي الهمه يكون كل الاشخاص، كل الصناعيين، كل المنتجين، الرساله يكون عندهم هي القوه. الناس كمان يلي راحوا برات البلد والناس يلي خسروا ولكن استسلموا الى الخساره، اليوم نحن ما لازم اكيد نستسلم. والحلبيه معروفين ان شاء الله هيك مثل ما رجع سوق السقطيه واسواق حلب القديمه، حلب صامده وسوريا صامده كمان وما راح تتغير. يعني اليوم واحد لازم يطلع على التاريخ، اذا منطلع على التاريخ نحفر اساسات حلب في كذا طبقه فوق بعضها هي حلب. التاريخ وهالتاريخ هالبلاد مكتوب عليها مطموعة من كافة استعمار كل الدول العظمى بتطمع في سوريا، فنحن نحكم علينا هالكام سنة عايشين هون وبدنا نرجع ما ريحت نتركها هيك سائغة. في أحلى من هالحكي، في أحلى ما في أحلى، يعطي طاقة إيجابية بلحظات يمكن كثير بنكون كلياتنا عم نستسلم فيها بظل الظروف الصعبة. يمكن حرب إرهابية كانت كثير كبيرة علينا، ظروفها وصلت لهلا معنا، لأدينا لهالظرف الاقتصادي الصعب يلي عم يعيشوه السوريين نتيجة كثير قصص مرت علينا. أول خطوة بعد الحرب، بعد ما قضينا هالمتاعب هي أول خطوة انه نبلش ان شاء الله ترميم وتنظيف هالاثار اثار الدمار، وان شاء الله تروح ننساها مثل ما قال الاستاذ بسيط. هي خطوه الانتاج استاذ زوج، نحن خلصنا وقتنا، بدنا نتاسف يعني مرق الوقت يعني بسرعه. بدنا نتشكرك كثير وبدنا نتمنى لكم التوفيق، وايضا لاخوك مسيو جوزيف ايضا عن جد يعني انتم من اهل البيت. شكرا كثير لك استاذ باسيل، شكرا كثير. ان شاء الله يقويكم، ان شاء الله بنرجع بالقريب العاجل بنعمل لكم زياره بالمنشاه حلب، كون دينا كمان ان شاء الله. ان شاء الله، ما هي بدنا نبارك لكم بالبدايه. شكرا كثير لكم، بنتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هيك بتدور عجله الانتاج سريعا يا رب.